وهذا الحضور تاع الجماهير اليوم وحضور يعني الكتيف تاع المواطنين وكذلك الحركة الجمعوية بكل اختلافها الثقافية والاجتماعية وكذلك الرياضية اليوم لا دلالة على الاهتمام الكبير لهذه الدورة. هذه الدورة اللي نحبين اليوم تكونها متميزة، ماشي دورة تعدي بركيما خلال مختلف الدورات، لأنه المجهود تاع الدولة كان مجهود كبير، نظن باللي راهي سنوات والناس تخدم وتتعب. اليوم يعني حان الفترة الأخيرة هذا المسار الأخير اللي هو اندماج المجتمع المدني في هذه الديناميكية.